عهد الصفوي اهتموا اهتمام بالغ الأهمية بكل قبور أهل البيت، خصوصا هذه السيدة، فبنيت القبة الشريفة وتوالت بمرور الزمن إلى أن وصلت إلى هذه الحلة الخشيبة اللطيفة المذهبة، طبعا ببركة جهود الشيعة وببركة جهود العلماء، الحوزة العلمية المباركة اللي هي ثمرة من ثمرات وجود هذه السيدة الجليلة. والآن اتسع القبر الشريف وأخذ يحتوي على عدة أروقة وأصحنة، إذا صح التعبير، صح الجمع، مثلا صحن الإمام الجواد عليه السلام، صحن كبير جدا، صحن الإمام الرضا اللي هو أقدم صحن، هو الإمام، هو صحن الإمام الرضا، صحن الإمام الهادي عليه السلام، صحن الإمام، صحن صاحب الزمان اللي الآن نحن نتحدث منه، وصحن المسجد الأعظم، وأروقة كثيرة، وأيضا محل قبور علماء وأدباء كثيرين دفنوا في هذا القبر.